لو سمحت. تحت امرك. ما شفتش حمزه اللي هو عريس امبارح؟ استاذ حمزه هو تقريبا في الاوضه اللي هناك دي 1015. الاوضه دي؟ اه. يا نهار اسود. انت بتخوني؟ مش قلت لك قبل كده انا بشربه مظبوط. دهب. ايه؟ ما تفهميناش غلط. ده حمزه وبيعمل لي الكمادات وبعدين خال وابن اخته. ما رضيتش ابوظ عليكي فرحتك وخبيت عليكي ان خالي تعبان وجبت هنا الاوضه عشان اعالجه وابقى جنبك. انا اسفه يا حمزه. اخر حاجه كنت اتوقعها انك تشك فيا يا ده. معلش يا ابني سامحها. سامحها يا حمزه. انا السبب. انا كان مفروض بعد الهبده اللي تبتها دي اروح على اي مستشفى، لكن اعمل ايه بقى؟ ابن اختي حمزه قلبه طيب قوي. يا حمزه فكرتني سنه 1984 كنت ممتلك قلب طيب، قلب حنين، قلب قريب، قلب كبير لما بيوعد. طب اسمعني الاغنيه كلها. اهو قلب الطيب ده هو اللي خلاه يقعد جنبي وخلاني احبه. خال وابن اخته بقى. حقك عليا يا حمزه. ولا همك يا حبيبتي. طب بقول لك ايه؟ انا هستناك في الروم. ها؟ ما تعوقش. ماشي. عاوزين نكمل كلام امبارح. جاي لك يا نام. جاي. ايه؟ مشيت؟ مشيت. رحت الروم؟ ربنا ستر الحمد لله. دلوقتي ان انا وعدت شهيرة انها بات عندها النهارده كان زماني اتروقت. بقول لك ايه؟ هروح اتصرف مع لميتة عشان انهي ام الليله الشقلباظات دي. وانت ارتاح شويه. ارتاح. مش عارف بتجيب نفس الحاجات دي منين. ايه يا حبيبتي انت فين؟ ايه يا روحي انا على البول. وايه اللي وديكي على البول بس؟ انا طلعت الاوضه فوق. طب تعالى يلا مستنياك. لا اطلعي لي انت فوق عشان نحضر شنطتنا ونروح نقضي بقى احلى شهر عسل مع بعض. يلا بسرعه. مع السلامه. بقول لك تعالى كده انا عايزه الشمس عموديه راسيه افقيه فوق دماغي عشان اعرف اتشمس. طب ما انا اعملها ازاي دي؟ تعملها زي انت فاشل. تعالى كده اهو. افرد دراعاتك اهو على الاخر اهو كالملك. يعني انتوا بتعملوا ايه؟ لا اصل انا عامل دور شمسيه. طب ومالك عامل صوابعك كده ليه؟ لا اصل هي شمسيه قديمه ومخرومه يعني تفاصيل كده عشان اتقمص بقى. ايوه عامل لي ممثل كبير بقى وبيتقمص وهو فاشل مش عارف يعمل اي حاجه. بقول لك ايه؟ انت لو ما بطلتش رجلي انا هغيرك. انت بالنسبه لي ما بتعملش اي حاجه، انت بتلخبطني اساسا. تعالى كده بقى علشان التداري عليا شويه. بقول لك ايه؟ هو انت ما تعرفش حمزه فين؟ لا عارف طبعا. فين؟ عند واحد صاحبه في المستشفى. صاحبه مين؟ لا دي مش عارف. طب ازاي عارف ان هو في المستشفى ومش عارف مع مين؟ اصل هو قال لي لو حد سأل عليا اقول له. غبي. حبيبي كنا لسه في سيرتك. جنبي. خلاص ماشي. يا عم شطنوفي حبيبي. عم شطنوفي اللي بيشحن لي رصيد. يا حبيبي. طب انت هتعمل ايه في الشركه؟ ايه؟ بتشد انت بتشد مني الرصيد يا عم شطنوفي. ايوه ماشي. عيب يا عم بقى انا غبي. لا العفو عمر. ده عم شطنوفي بتاع موبايلات حاول لي رصيد عشان الباقه بتخلص بسرعه انت عارفه. انا هو انت هتقعد تحكي لنا عن تاريخك في الفقر؟ اسكت بقى. ده مزه قوي ومش عايزاه يتجوز اتنين في نفس اليوم. بس انا مش عارفه انا حاسه ان انا شفته قبل كده. يا لهوي على جماله. قمر ما تهدي يا ماما. اهدي يا حبيبتي مالك فيكي ايه؟ انا هفتكره اكيد بس بقول لك ايه الواد يستاهل والله.
ما هم امثالك دول اللي مخلينه عايش دور سي السيد علينا. اه بس افتكرته، ده حمزه الجبالي بتاع شركه جي بي بتاعت الازياء، ده بيعمل اعلانات هنا عندنا، ده راجل مشهور قوي. وانا هشهره اكتر وهعمل له فيلوج وهعمل له فيديو وناس تتفرج عليه وهيبقى ترند كمان. بصي انت لو عملتي كده الفيديو ده هيعدي، بس ما اعتقدش بقى ان حمزه ده هيعديها. وما تنسيش انه بيعمل اعلانات هنا عندنا. يا ولا يا حبيبتي انا عايزه كل الناس تعرف العمله السوداء اللي هو عملها، خصوصا بقى الاثنين اللي اتجوزهم. طب وهتسمي الفيديو ده ايه؟ اللي ما يتسمى ده خساره فيه اصلا اي اسم. بقولك ايه، اسبقيني انت وانا هحصلك نعمل الفيديو دلوقتي. ماشي أنا دلوقتي؟ اه يلا يلا يلا. لو الرجولة بالشنب كان الصرصار بقى سيد الرجالة. ربنا لما حلل تعدد الزوجات حط لده شروط، بس طبعا في رجالة بتاخد النص الأول من الآية بس. يجي بقى الشاب الوسيم من دول قمر كده، يوقع بقى البنت في حب ويعيشها في قصص وروايات، 50 شيدز في قصص وروايات، تقوم هي البنت قلب امها والله مش قادرة بقى تستحمل، ما بتنامش الليل من كتر اللي هو عايشها فيه. هوبا يتجوزها، هوبا هي تحس ان هو ده احسن راجل في الدنيا، خلاص هو ده الراجل اللي اتجوزني وضحى بكل حاجه عشاني. وهوبا يطلقها عادي ويعيد نفس القصه تاني مع غيرها وغيرها وغيرها وغيرها. القدر بقى حطني انا قدام اسوأ نموذج ممكن تتخيلوه عن القصه اللي بحكي لكم عليها. العريس ابو عروستي. اه والله زي ما بقول لكم كده، بس عريس معاه عروستين، عروسه فوق وعروسه تحت، في قاعه فوق وقاعه تحت. الواد دي قلب امه ما بطلش طلوع ونزول، كل شويه يطلع فوق يرقص ينزل تحت ياكل، يطلع فوق يرقص ينزل تحت ياكل. لما خيلني انا مش عايزه اعمل له فضيحه لا سمح الله، لا ابدا، انا عايزه اسيح له، بس عايزه اسيح له في كل حته، عايزه العروستين المساكين دول يعرفوا هو عمل فيهم ايه، وعايزه كل بنت في مصر ممكن تقع تحت ايد هذا الحمزيار تخلي بالها. اوبا فظيعه، يخرب بيت جنبنتك، هو انت جبتي بقى الكلام ده كله منين؟ من هنا. الله 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 يا عم الناس يا دوله. أنا كنت بقول برضه إن الواد ده وراه مصيبة. بس ماشي. وهو ده بقى المطلوب إثباته. صباحك بيزحلق. لو الرجولة بالشنب كان الصرصار بقى سيد الرجالة. ربنا لما حلل تعدد الزوجات حط لده شروط. بس طبعًا في رجالة بتاخد النص الأول من الآية بس. القدر بقى حطني انا قدام اسوأ نموذج ممكن تتخيلوه عن القصه اللي بحكي لكم عليها. العريس ابو عروستين. اه والله زي ما بقول لكم كده، بس عريس معاه عروستين، عروسه فوق وعروسه تحت، في قاعه فوق وقاعه تحت. الواد دي قلب امه ما بطلش طلوع ونزول، كل شويه يطلع فوق يرقص ينزل تحت ياكل، يطلع فوق يرقص ينزل تحت ياكل. يا ابني ده انا بنهج وانا بتفرج عليك وانت طالع ونازل، انت جايب صحه منين للكلام ده كله؟ لا ولسه في دخله؟ ربنا يتولاك.